وينضم إلينا مراسلنا من القامشلي ناز السيد ومن موسكو يوسف بيغار. أبدأ معك ناز وأتوقف معك عند سيناريو عدم تمديد الهدنة هنا، كيف سينعكس، كيف ترصدينه إذا حدث ولم تمدد الهدنة؟ طبعا يعني قوات سوريا الديمقراطية انسحبت بكامل عتادها وقوتها من مدينة رأس العين البارحة، طبعا لم يبقى فيها أحد من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية. رغم ذلك اليوم الجيش التركي استهدف عدة أحياء وقرى في محيط مدينة رأس العين ولا سيما أم الخير، وأيضا قرى في محيط مدينة درباسية. أيضا هناك أنباء تتحدث بأن الجيش التركي أزال الجدار الأسمنتي في القرى الواقعة بين مدينتي ديريك ورميلان صباح اليوم. طبعا بالنسبة للانسحاب القوات الأمريكية من مدن الشمال السوري، بالفعل تم خروج دفعات من القوات الأمريكية بكامل المدرعات والأسلحة الثقيلة إلى خارج مدن الشمال السوري عبر معبر سيمالكا الحدودي مع أقليم كردستان العراق. طبعا حسب المصادر وحسب اتصالي مع أكثر من مصدر في الحكومة السورية، أيضا مصادر في قوات سوريا الديمقراطية أكدت بأن الجيش السوري سينتشر خلال الساعات القليلة القادمة على الشريط الحدودي ولا سيما من مدينة درباسية مرورا بعامودة والقامشلي وتربسبية إلى مدينة ديريك على الحدود السورية التركية. يعني هنا يعني طبيعة الحال يعني أو المشهد هنا في مدن الشمال السوري هادئ نسبيا، ولكن هناك خوف وترقب من التهديدات التركية المتكررة والمستمرة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن والأمان الذي تتمتع بهما مناطق الشمال السوري. من جهة أخرى كانت هناك محاولة من قبل نساء داعش الفرار من مخيم الهول، تمكنت قوات الأمن الداخلي من اعتقال عدة نساء حاولنا الفرار من مخيم الهول. يعني بالتزامن مع العدوان التركي على مدن الشمال السوري كانت هناك أكثر من محاولة من معتقلي عناصر تنظيم داعش داخل المعتقلات. طيب نادي اسمحي لي عند هذه النقطة أنتقل إلى يوسف. النساء داخل مخيم الهول. نعم اسمحي لي عند هذه النقطة ناز لو تسمعينني، اسمحي لي أنتقل إلى يوسف في موسكو وأربط ذلك بما قاله شويغو من أن هناك 12 سجنا للإرهابيين من داعش دون حراسة. يوسف كيف رصدت هذا التصريح لشويغو وما هي التفاصيل لديك تعلقا بهذه النقطة؟ نعم، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال أن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا دفعت بالأوضاع الأمنية نحو اتجاه غير مرغوب فيه تماما، ودعا الجانب التركي والأمريكي التنسيق مع روسيا لاحتواء هذه الأزمة، خاصة أن العملية العسكرية التركية جعلت 12 سجنا لتنظيم داعش من دون رقابة تماما، وهو ما حذر منه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأنها سيشكل موجة هجرة معاكسة تماما لعناصر تنظيم داعش نحو الدول الأوروبية وآسيا الوسطى، وهو ما حذرت منه السلطات الروسية في الكثير من المناسبات. على العموم الجانب الروسي دعا الأتراك والولايات المتحدة إلى التنسيق مع روسيا لاحتواء هذه الأزمة. منذ قليل كان هناك تصريح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كذلك تحدث فيه على الأوضاع في شمال سوريا، وجدد موقف موسكو الثابت من وجود القوات أي قوات عسكرية غير شرعية وبصورة غير شرعية في سوريا، ودعا أنقرة ودمشق إلى ضرورة فتح باب الحوار على أساس اتفاق أذنة. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال بأنه يمكن إضفاء تعديلات على اتفاق أذنة إذا ما طالبت أنقرة ودمشق بتعديل أو إجراء تعديل على هذا الاتفاق. عموما ننتظر القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان غدا في سوتشي. عنوان هذه القمة هو الأوضاع في شمال سوريا وتفعيل اتفاق أذنة وفق رؤية تركية روسية سورية مشتركة. نعم يوسف بيغار من موسكو، شكرا لك، وشكرا لك ناز السيد من القامشلي.